أستاذ أحمد، ما هي توقعات اليوم ولهذا الاجتماع المهم للاتفاق الإطاري، خصوصا وأن الفترة طالت منذ الإعلان عن توقيع هذا الاتفاق الإطاري حتى هذه اللحظة؟ ماذا تتوقع أن يثمر هذا الاجتماع؟ وما يحدث أنه هو اجتماع عادي، نعم، منه تنويري للكتل الموقعة أنه يا أخي أين وصل الاتفاق الإطاري، ماذا حدث. طبعا أكيد في لجان لإعداد الورش، إعداد للورق وأماكن الورش والمدعوين. هذه اللجان منخرطة يعني منذ توقيع الاتفاق الإطاري، نعم، في ترتيب لها، فستعلن أول ورشة يوم 9 يناير. بالتالي الفترة الماضية هي كانت فترة لقاءات وعمل وترتيب لهذه الورش. صحيح، يعني بالتالي لابد أن ترجع هذه اللجان إلى الموقعين على الاتفاق الإطاري وتعليم أو تنور أين وصل وين المعوقات. كثير من الأشياء نوغشت وكثير من الأشياء وجد لها الحلول. ستبدأ يعني تجمع المهنيين، سبق القوى الحرية والتغيير بورشتين، أمس كان عن الشرق وقبله عن تفكيك 30 من نظام يونيو. ستبدأ هذه الورشة يوم 9 يناير. فبالتالي هنالك عمل يتم من قبل قوى الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. طيب، هنالك ارتباك بشأن زيارة مدير المخابرات المصري كما تتابعون. الحرية والتغيير قالت إن مصر لم تطرح مبادرة جديدة وتدعم الاتفاق الإطاري، والجبريل قال إن هناك مبادرة مصرية بديلة للاتفاق الإطاري. أين تكمن الحقيقة أستاذ أحمد؟ الحقيقة تكمن أنه مصر هي دار تربك المشهد السياسي. مصر هي ضد الاتفاق الإطاري، نعم، لكن طبعا هم دول سياسيين بيتحدثوا بلغة سياسية نوعا ما فيها نوع من الدبلوماسية، ولكن بعد الحكومة السودانيين يصلوا لاتفاق إطاري تقفز مصر بفتح اتفاق جديد بين الحرية والتغيير وإلى آخره. هذا نوع من إرباك المشهد، لأنه كثير من العوائق التي وضعتها مصر خاصة في موضوع الاتفاق الإطاري فشلت، آخرها زيارة المرغني ومحاولة إفشال الاتفاق الإطاري. الآن مصر نزلت بكل سهولة. عيب مصر ومشكلة مصر أنه بتتعامل مع السودان بملف أمني، بالتالي هي مصر إلى الآن ما قادرة تستوعب أنه يعني حصل تطور كبير جدا في العالم، خاصة التطور الإعلامي والتقني، أصبح هنالك رأي عام يشكل، بالتالي التعامل بالندية. مصر عليها أنه تحترم أنه إرادة الشعب السوداني. نعم. منذ هذه الثورة مصر لم تقف الموقف الصحيح، يعني لم تقف مع الشعب السوداني، وقفت مع الجانب العسكري وعملت على إعاقة الانتقال الديمقراطي. أي مواطن سوداني في الشارع يعرف أنه يا أخي سبب الانقلاب في 25 أكتوبر هي مصر، وبالتالي يعني تعاملها في هذا الملف لابد أن يخرج من إطار أو عباء الأمني والنظرة الأمنية إلى إطار السياسي والمصالح المشتركة ما بين الشعوب، الشعب السوداني والشعب المصري.